بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم: وبلوغ ستة، أحدها نية وضوء أو أداء، وفرض فرض وضوء أو رفع. نية وضوء أو أداء فرض وضوء. أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث، حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه، أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر. والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه، فلو قرنها بأثنائه كفى، ووجب إعادة غسل ما سبقها، ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه، وما قرنها هو أوله، فتفوت سنة المضمنة إن غسل معها شيء. فتفوت سنة المضمضة إن غسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفه بعد النية. فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه، حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله. وفضيلة المضمنة والاستنشاق مع انيسار حمرة الشفة، وثانيها غسل حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله، وفضيلة المضمنة والاستنشاق حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله، وفضيلة المضمنة والاستنشاق مع انيسار حمرة الشفة، وثانيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء من الله تعالى ومرضاته وقربه ورضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: وفروضه. الآن بدأ يشرح في ماذا؟ في مقاصد الطهارة. وأول مقاصد الطهارة الوضوء. مر معنا أن الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل الوسائل. مقاصد الطهارة كان أربعة. الأول الوضوء، والثاني الغسل، والثالث التيمم، والرابع إزالة النجاسة. هذه هي مقاصد الطهارة، أربعة مقاصد. أربعة مقاصد، مقاصد الطهارة أربعة: الأول الوضوء، الثاني الغسل، الثالث التيمم، والرابع إزالة النجاسة. وكذلك أيضا للطهارة وسائل، وسائل الطهارة أيضا أربع وسائل. الوسيلة الأولى الماء، وما مضينا فيه في الدروس السابقة دروس متعلقة بأحكام الطهارة من حيث المسائل المتعلقة والأحكام المتعلقة بالمياه. فالماء المطلق، الماء المطلق وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويضيفون عليه قيدا باعتبار الاستعمال لا باعتبار التطهير. يقولون غير مكروه استعماله، لأن الماء المكروه استعماله إذا ما كان مطلق فيصح التطهير به، وإن كان هناك الكراهة من حيث الاستعمال، الكراهة من حيث الاستعمال، لكن التطهير يحصل ولو بما كان مشمسا أو بما كان شديد الحرارة أو شديد البرودة أو كان من المياه المغضوب على أهلها.
مياه المياه الأراضي المغضوب عليها أو مياه الأراضي المغضوب على أهلها، فهي من حيث الاستعمال الكراهة هنا، أما من حيث التطهير فالتطهير حاصل بها. تطهير إيه؟ حاصل بها حتى ولو كانت إيه؟ يعني من حيث الكراهة مكروه، من حيث الاستعمال مكروه، مفهوم من حيث الاستعمال مكروه. فإذا محل الكراهة في الاستعمال للتطهير أو لا إيقاع الطهارة بها، مفهوم فإيقاع الطهارة بها حاصل. نعم، فإذا عندنا الآن الماء المطلق، وهو كما قلنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا هو هذه هي الوسيلة الأولى الماء، والوسيلة الثانية التراب، وهذه يأتي كلام فيها بأحكام التيمم وماذا وأحكام إزالة النجاسة المغلظة التراب، والوسيلة الثالثة هي حجر الاستنجاء، مفهوم؟ نعم، والحجر الاستنجاء هي قالوا ما جمع شروطا أربعة، الطاهر القالع الجامد غير المحترم، طاهر قالع جامد غير محترم. ما معنى غير محترم؟ أي غير معظم. نعم، وبقي عندنا الوسيلة الرابعة، ما هي؟ الدابر، وهو ما كان من حريف يلدع يزيل النجاسة وعفونتها، يزيل النجاسة وعفونتها، وبعد ذلك هذا الثوب أو الجلد أو شيء المدبوغ، الجلد المدبوغ كثوب متنجس يحتاج بعد ذلك إلى الماء في إزالته، في إزالة العين وفي إزالة الوصف، إزالة الجرم وإزالة الوصف، لكن يبقى هذا الدابغ يحيل هذه العين من كونها نجسة العين إلى متنجسة، يحيلها بس فقط، يعني الدابغ يقوم بعملية الإحالة، وهذه إحدى الصور التي يطهر فيها الشيء من عين النجاسة إلى حالة التنجس، أي الطاهر المتنجس بالإحالة. الخمر إذا تخللت، وجلد الميتة إذا دبغ، وما كان من البيض واللبن استحال من الدم، وكذلك المسك استحال من مفهوم، فهكذا. وما صار حيوانا على خلاف في هل هو نشأ فيه أو نشأ منه، فهذه هي وسائل الطهارة. بعد ذلك عندنا وسائل الوسائل الاجتهاد والأواني، الاجتهاد والأواني، وإن شاء الله سنأتي على بيان أحكام الاجتهاد في درسنا القادم بإذن الله، أو يعني عندما يأتي الكلام على أحكام الأواني ندرس أحكام الاجتهاد. قال الشيخ هنا وفروضه ستة، أي فروض الوضوء، فروضه ستة، ومراده بالفروض ما ليس ما لابد منه، أو مراده بالفروض أي الأركان، أركان الوضوء، لأن كلمة الفروض يؤتى بها لبيان ما لابد منه، وبالتالي تشمل الشروط، تشمل الشروط. لهذا انتبه، لاحظ تصرف العلماء، هل وأحيانا يعبرون عن الشروط بما لابد منه ويريدون به ما يعم الفروض، فسياقات العلماء تحتاج إلى ملاحظة القرائن، فهمتم؟ لهذا هنا عبر بالفروض، وإذا ما نظرت في كلام بعض الشراح يبين، يقول المراد بالفرض هنا ما يعني الركن، المراد بالفرض هنا، المراد بالفرض هنا إيه؟ الركن، حتى لا يدخل في هذا الباب أو هذا المبحث لا تدخل الشروط، حتى لا تدخل الشروط، يعني فبعضهم يظن أن المراد بالفرض ما لا بد منه بما يشمل الشروط، قالوا لا، لكن هنا دائما العلماء يعبرون بالفرض ولا يعبرون بالركن، وهذا يعني تفرقة منهم أو يعني التزام منهم، حتى يستفيد الناظر أن هنا الفروض يعني القصد منها الإتيان بها ولا يعتد بالوضوء بدونها، ولا يشترط أن تكون إيه في ضمن الوضوء من أوله، يعني ممكن تفرقة أعضاء الوضوء، فما هو له أن يغسل وجهه مع النية، وبعد مدة يغسل يديه، وبعدين يمسح رأسه، ثم بعد ذلك يغسل رجليه، ولا يشترط أن تكون هذه عملية الوضوء في إيه في وقت واحد على وجه التوالي،
فيجوز تفرقة أعضاء تفرقة الفروض بخلاف الأركان، فإنه لا يمكن أن يؤتى بما كان ركن إلا يعني في هيئة واحدة وحقيقة واحدة ومهية واحدة، ولا يجوز أن تجزأ. نعم. قال وفروضه ستة، أي رضوء، فروض الرضوء ستة. طبعا هذه الفروض في حق السليم ستة، وفي حق غير السليم من كان مريض بأن كان مصاب بسلس البول، فسلس البول والمستحاضة فروض الرضوء في حقهم كان ستة كذلك، أفهم؟ كذلك ستة. أي هذا تجد المحشي عندك يقول إيه؟ ستة فقط في حق السليم وغيره، في حق السليم وغيره. فلا نقول أن دائما الحدث مثلا فروض الوضوء في حقه ليست ستة، بل مثلا سبعة بالإضافة إلى بإضافة شرط الموالاة مثلا، وأن يكون بعد دخول الوقت. هذه شروط وليست فروض، هذه شروط. وقد مر معنا الشرط الماضي الذي قبل في شروط الوضوء، وهو إذا ما كان للمتوضي هذا أو مريد الوضوء دائم الحدث، إذا كان دائم حدث فلا بد في حقه من الموالاة، وأن تكون أن يكون هذا الوضوء بعد دخول الوقت، فهمتم؟ لأنها طهارة ضرورة، فطهارة الضرورة لا بد فيها من شروط، لكنها ليست بأركان يعني بناء عليه. ففروض الوضوء هذه في حق السليم أي من ليس مصاب بدائم الحدث، وكذلك في حق السليم في حق السليم وفي حق المريض يعني صاحب الظهور صاحب طهارة الضرورة المستحاضة وسلس البول وسلس الحدث بشكل عام. ستة فروضه ستة. طبعا هذه الستة التي هي فروض الوضوء أربعة منها ثابتة بالقرآن في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أركان ثبتت بنص الآية، وهناك ركنان ثابتان من جهة السنة: النية وكذلك الترتيب. نعم، النية والترتيب. والترتيب أيضا منهم من يقول إنه دلت عليه الآية القرآنية من جهة المعقول، من جهة المعقول، كما أن السنة دلت عليه من جهة المنقول. نعم. طيب، فسيأتي الكلام فيه. قال في التحفة: أربعة منها أي فروض الوضوء ثبتت بنص القرآن، واثنان بالسنة أي دلت السنة على فرضيتها. قال: أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث، حتى في الوضوء المجدد، أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف. هذه النيات أحدها تكفي، يعني لو أن إنسان، ولكن في حق السليم، هذه النيات في حق مين؟ السليم يعني الصحيح، يعني غير صاحب الضرورة. فالمرأة المستحاضة مثلا إذا ما أرادت أن تتوضأ لا تأتي بواحدة من هذه النيات، إنما تنوي الاستباحة ولا تنوي الرفع، أو تنوي الوضوء، أو تنوي مثلا أداء فرض الوضوء، لكن لا تأتي بنية الرفع، لا تأتي بنية الرفع، وسيأتي الكلام فيها. فإذا هذه النيات واحدة منها تكفي في حق الصحيح السليم، في حق من؟ الصحيح السليم، بأن أو كأن، كأن يقول مثلا إيه؟ نويت الوضوء، كما عبر عندكم هنا الشارح أو المحشي بأن يقول نويت أداء فرض الوضوء أو نويت الوضوء، نويت إيه؟ الوضوء، نية وضوء أو أداء فرض وضوء، وذلك أن يقول نويت إيه؟ نويت
أداء فرض الوضوء، لكن العبرة بما يقوله بلسانه أو بما يكون قد استحضره بقلبه، العبرة بما استحضره بالقلب. أما التلفظ بها فهذا من قبيل السنة، من قبيل السنة لمساعد اللسان والقلب في استحضار النية. قال نية وضوء أو أداء فرض وضوء، أيوة، أو رفع حدث. الحدث إذا ما أطلق انصرف إلى الحدث القائم بالإنسان نفسه، فإن كان يعني محدث حدث أصغر وقال نويت رفع الحدث انصرف إلى الحدث الأصغر، أحد انتقض وضوء، فإذا ما الذي قام به؟ قام به حدث أصغر، والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء. فإذا في هذه الحالة إذا ما قال نويت رفع الحدث، ما المراد بالرفع؟ رفع المن، رفع ليه؟ في قولهم نويت رفع، أي رفع المنع المترتب على الحدث، مفهوم؟ المنع من الصلاة، المنع من الطواف، المنع من مس المصحف، المنع من حمله، فهذا المنع يرتفع. نويت رفع الحدث الذي هو هنا في هذه الحالة يعبر عن هذا الحدث بالمنع، أي الحكم المترتب على هذا الحدث وهو المنع. ما هو الحدث؟ لمس المرأة الأجنبية، هذا حدث. خروج شيء من السبيلين، هذا حدث. النوم على غير هيئة المتمكن، زوال العقل، حدث. مس الفرج، هذا حدث. هذا الحدث يطلق إما بمعنى السبب وإما أن يطلق بمعنى الحكم وهو المنع المترتب على هذا السبب. وفي هذه الحالة حينما يأتي المتوضي بنية رفع الحدث يريد السبب أو يريد الحكم، انتبه، يريد الحكم، لأن الحدث الذي بمعنى السبب ده واقع، والواقع لا يرتفع. حينما ينام الإنسان على غير هيئة التمكن، زال عقله، إذا أصيب بالحدث، وقع به الحدث، الواقع لا يرتفع. فهمتم؟ الواقع لا يرتفع، يعني حصل، هل نقول الذي الحدث الذي وقع يرتفع بالنية؟ أبدا لا. فإذا ما لمس امرأة أو لمسته امرأة وقع به الحدث، وقوع الحدث يترتب عليه حكم وهو المنع من الصلاة، المنع من الطواف، المنع من مس المصحف، المنع من حمله. فإذا ما جاء المتوضئ بنية رفع الحدث، إذا هو أراد بالرفع ما معناه؟ رفع الحكم، رفع الحكم الذي هو المنع المترتب على ذلك الحدث الذي وقع، على ذلك السبب. فهمتم؟ طيب، وما مراده بالرفع؟ الرفع غير المقيد، لأنه هذا صح الطهارة، طهارة هذا صحيح، ليس مريض، ليس صاحب ضرورة. فإذا الرفع في حقه رفع غير مقيد، فهو بهذا الوضوء له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل. فهمتم؟ فيقول هنا إذا كان أو رفع الحدث أو رفع حدث، بأن يقول نويت رفع الحدث، نويت رفع ليه؟ الحدث. قال عندكم المحشي والمراد رفع حكمه، رفع حكمه، وهو المنع من الصلاة أو ونحوها كمان، مفهوم؟ فأنتم الآن لماذا قال المراد هنا رفع حكمه؟ لأن السبب يأتي بمعنى الحدث، كلمة الحدث تأتي بمعنى السبب وتأتي بمعنى الحكم، مفهوم؟ كلمة الحدث تأتي بمعنى كلمة الحدث تأتي بمعنى السبب الذي ينتهي به الطهر، مش كده؟ وسيأتي معنى الأحداث أو أسباب الحدث أو نواقض الوضوء. فهنا كلمة الحدث التي يراد رفعها في نية الوضوء، المراد بالحدث الحكم لا السبب الذي وقع به، لأن الواقع لا يرتفع. فهمتم؟ لأن الواقع لا يرتفع، وبالتالي
دائم الحدث، دائم الحدث إذا أتى بنية رفع الحدث وأراد بها رفعا مطلقا وأراد بالحدث الحكم فإن وضوءه هذا غير صحيح، لأن النية غير صحيحة، لأنه يعني هو لا يرتفع حدثه، حدثه دائم، المنع متجدد في حقه، وبالتالي هنا يأتي بنية استباحة ولا يأتي بنية رفع إلا إذا قصد بالرفع رفعا مقيدا بفرض وما شاء من النوافل وأراد بالحدث ما هو الحكم، لا يعني كما سيقول هنا أراد بالحدث أراد بالحدث المنع وأراد بالحدث المنع وأراد بالرفع رفعا مقيدا بما شاء من فرضا وما شاء من النوافل، وبالتالي هنا إيه؟ دائم الحدث إذا خصص في نية رفع الحدث صح، لكن إذا أطلق فإنه لا يصح. فهمتم؟ نعم. قال أو رفع حدث أي نية رفع حدث بأن يقول نويت رفع الحدث والمراد رفع حكمه وهو المنع من الصلاة. قال لغير دائم الحدث، دائم الحدث له أن يأتي بالنية الأولى، نعم له، يعني لو أن امرأة مستحاضة قالت نويت الطهارة نويت الوضوء، أو قالت مثلا نويت فرض أو أداء فرض الوضوء، صحت هذه النية في حقها، مفهوم؟ لكن إذا ما قالت نويت رفع الحدث هنا نحتاج إلى تبين للمراد من هذه النية بحقها، فإن أرادت برفع الحدث رفعا مقيدا بفرض وما شاءت من النوافل وأرادت بالحدث هنا الحكم وهو المنع صحت منها هذه النية، أما إذا ما أرادت الرفع المطلق وأرادت الرفع المطلق وأرادت بالحدث أيضا الحكم حتى وإن أرادت به الحكم فإنه في هذه الحالة لا تصح منها النية، لأنها إيه؟ يعني أطلقتها وهو وضوءها طهارة ضعيفة، مفهوم؟ نعم، لابد عليها من إعادة الوضوء لكل فرض. نعم، لهذا يقول لغير دائم الحدث، دائم الحدث من هو؟ سلس البول، المستحاضة، سلس الريح، يعني كل من دام حدثه بحيث لا يأكل له وقت بعد الطهارة يسع الصلاة، يسع الصلاة ونحوها، يعني مفهوم؟ فإذا ما أراد أن يطوف كذلك، يعني مدة الطواف تسع كم دقائق، فلو كان له يخل له وقت عن الحدث بعد الطهارة لأداء الطواف من غير حدث لا نقول هذا دائم حدث، لا نقول هذه دائمة حدث، فهمتم؟ لأنها يعني أو لأنه خلى له وقت بعد الطهارة من غير حدث. بعض الناس تجد يعني تحصل عنده يعني قطرات من البول لكن بين بعد مدد يعني متفاوتة، وربما يجد وقتا يخلو عن الحدث، فهذا لا يسمى دائم حدث. دائم الحدث الذي دام حدثه، بمعنى دام أنه لا يخلو له وقت بعد الطهارة يعني يسع الصلاة من غير نقض، مفهوم؟ نعم. فقال هنا لغير دائم الحدث حتى في الوضوء المجدد، يعني هنا الآن عرفنا أن المرأة المستحاضة وكذلك دائم الحدث لا يأتي واحد منهم بهذه بنية رفع الحدث، لكن أن يأتي بشيء من النوايا الأولى ما في مشكلة. طيب، قال حتى في الوضوء المجدد، الوضوء المجدد هذا يعني القصد منه تحصيل الثواب لا الإباحة، لا رفع الحكم، لا رفع المنع، فمن كان مثلا سيتوضأ وضوءا مجددا فما النية التي يأتي بها في الوضوء المجدد؟ قال الشيخ ابن حجر يأتي بواحدة من هؤلاء النوايا السابقة حتى في مسألة نية رفع الحدث، من كان سيتوضأ وضوءا مجددا هل له أن يأتي في نية الوضوء بنية رفع الحدث؟ يقول ما في مشكلة، لأن المراد هنا صورته،
صورته، فهو كمسألة صلاة المعادة، من كان سيصلي الصلاة في إعادة قد صلى صلاة العشاء ثم أراد أن يصليها مرة أخرى في جماعة، ما النية التي يأتي بها في دخول صلاة العشاء؟ يقول نويت أصلي فرض العشاء. الفرضية هنا هي في حقه حقيقة ولا صورة؟ صورة. ومع هذا ابن حجر يقول لا بد أن يأتي بنية الفرضية. مفهوم؟ طيب، من كان الآن سيتوضأ وضوءا مجددا وقال نويت رفع الحدث، ما المراد بالحدث في حقه؟ ما كان على صورته وليس هي حقيقته. لهذا يقول حتى في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة، قياسا على الصلاة المعادة، فهو لا يريد رفع حقيقة المنع، إنما أراد رفعا يعني صوري، رفعا صوري وليس حقيقي، لأنهما ما قام به حدث ولم يقم به من، مفهوم؟ إنما أراد برفعه أي على صورته، صورة الإيه؟ صورة المنع. فقال حتى في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة، فمن سيتوضأ وضوءا مجددا لا يحتاج إلى أن يقول نويت الوضوء المجدد، له أن يقول نويت الوضوء أو نويت أداء فرض الوضوء أو نويت رفع الحدث إلى ما قصد الصورة، أما إذا ما قصد الحقيقة فلا يتصح منه هذه النية، لأن حدثه لم يقم به الحكم، ما هو على طهارة. لكن هذه المسألة لما قال حتى في الوضوء المجدد أراد بهذه الغاية الرجب على من خالف الشيخ ابن حجر شيخه وهو الشيخ الرملي، أراد بها، ولهذا قال عندكم المحشي وخالف في بعض ذلك الرملي، وعبارته الاكتفاء بالأمور المتقدمة من نية الوضوء أداء فرض الوضوء رفع الحدث في غير الوضوء المجدد. أما هو أي صاحب الوضوء المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة، وإليه ذهب الإسنوي إلى وإن ذهب الإسنوي إلى الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة. نعم، طبعا هنا عندكم المعلق ترجمة للإسنوي ولكنه لم يهتدي إلى اسمه جيدا، قال هبة الله اسمه عبد الرحيم. طيب، على كل حال، فالآن وبعدين هنا أحال على من على العلامة الزركلي، تذهب إلى العلامة الزركلي ما ترجع إلى كتب المذهب أصلا في تراجم، هذا خطأ، يعني بعض من يحقق يأتي ليترجم يأتي بالترجمة من الأعلام، لا تذهب إلى كتاب الأعلام وأنت تترجم لمن كان في كتاب من كتب المدى، اذهب إلى كتب المصادر الأصلية بعد ذلك هات المصادر الثانوية كالأعلام والمدى، أنت تذهب إلى الأعلام ابتداء، هذا شغل الكسالى. نعم، الشيخ الرملي هنا الشيخ الرملي يقول لا، صاحب الوضوء المجدد لا يأتي بنية لا يأتي بنية الرفع أو الاستباحة. نعم، فقال أو الطهارة عنه، أو الطهارة عنه أي الطهارة عن الحدث، الطهارة عن الحدث، أما نية الطهارة هكذا مطلقة فهذه لا تصح. لماذا؟ لأن الطهارة تكون بمعنى النظافة وتكون بمعنى يعني بمعنى الحكم الذي هو المنع المترتب على الحدث والخبث، أو كما يعرفه ابن حجر فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد، مفهوم؟ فإذا أدى بنية الطهارة مطلقة ما تصح هذه النية، كأن قال نويت الطهارة وأراد مطلق الطهارة ما تصح، لكن إذا ما قصد بالطهارة الشرعية فإذا لابد أن يقيدها بكونها الطهارة من الحدث أو عن الحدث، مفهوم؟ نعم، أو الطهارة عنه أي عن الحدث، أو الطهارة لنحو الصلاة، كأن يقول نويت الطهارة للصلاة أو نويت الطهارة للطواف أو نويت الطهارة لحمل المصحف أو نويت الطهارة
لمسه، فهمتم؟ فهذه ماذا؟ طهارة مما لا يباح إلا بالوضوء، طهارة لما لا يباح إلا بالوضوء. نعم، فهي صحيح، تصح نية الطهارة عنه، أو الطهارة لنحو الصلاة، طهارة للصلاة، كأن يقول نويت الطهارة للصلاة. عندكم هنا الشيخ المحشي يقول: والمراد كل عبادة متوقفة على الوضوء كالطواف ومس المصحف وحامله. طيب، فلو أن واحد قال نويت الطهارة للصلاة وبعدين ذهب ليطوف، يصح أن يطوف بهذا الوضوء؟ ها؟ ولا ما يصح؟ يصح يعني. حتى وإن ذكر في نيته الطهارة للصلاة، إلا أن المراد أو إلا أن المراد بهذه الطهارة من الطهارة لكل ما يتوقف على الوضوء كما عبرنا. والمراد كل عبادة متوقفة على الوضوء، فإذا ما ذكر البعض يراد بها الكل، أو يراد به الكل. إذن هو ذكر الصلاة ولكن يراد بهذه الطهارة لكل ما يتوقف على الوضوء، صلاة، طوافا، مس مصحف، حمله، فهمتم؟ فلا تكون ظاهري، لا تكون ظاهري، خلاص صلاة، إذا أراد أن يطوف يروح يتوضأ ويقول نويت الطهارة للطواف، لا تذهب إلى هذا الفهم. لهذا هو المحشي نبه على ذلك، ربما يتبادر إلى بعض الناس هكذا، يقول خلاص طالما أنه نوى الطهارة للصلاة فكيف يمس المصحف يحمله، كيف يطوف إذا لا بس تصلي بهذا الوضوء، هذا لا. وإن ذكر البعض فالمراد الكل، هذا يقول عندكم المراد كل عبادة، كل عبادة. قال: أو استباحة، أو استباحة مفتقر إلى وضوء. ما الذي يفتقر إلى الوضوء من الأحكام؟ الصلاة. إذا ما قام ببعض الناس حدث، إذا منع من الصلاة، منع من الطواف، منع من مس المصحف، منع من حمله. نسميها هذه إيه؟ الأحداث، أن نسميه الحدث الأصغر، لأنه منع من أربعة أشياء. فيقولون الحدث الأصغر وأكبر وأوسط باعتبار ما منع، باعتبار إيه؟ ما منع. فما يمنع من أربعة أشياء حدث أصغر، وما يمنع من ستة حدث أوسط، ما يمنع من عشرة حدث أكبر. فهنا التقسيمة ثلاثية باعتبار المنع، وقد يقسمون الحدث إلى قسمين أصغر وأكبر باعتبار الموجب. فما أوجب الوضوء حدث أصغر، وما أوجب الغسل حدث أكبر، مفهوم؟ فيقول هنا: أو استباحة مفتقر إلى وضوء. فما الذي يفتقر إلى الوضوء؟ الصلاة، بأن يقول نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة مثل نويت الطهارة للصلاة، تصح هذه النية، بس في حق من؟ غير دائم الحدث، إلا إذا ما كانت الاستباحة مقيدة بفرض، وأراد استباحة الحدث، وأراد بالحدث الحكم لا السبب الواقع. وكذلك الصلاة، فإذا هو نوى الاستباحة، أي استباحة مقيدة بفرض من الصلوات وما شاء من النوافل، فتصح في هذه الحالة. والأولى في حق دائم الحدث أن يقول نويت استباحة، نويت الاستباحة، استباحة للصلاة مثلا، في حق دائم الحدث لو قالت استباحة الصلاة، أو قال نويت استباحة الصلاة، أو نويت استباحة الطهارة للصلاة، صحت يعني مطلقا. يعني إنما في مسألة نية استباحة الحدث، يريد بالحدث هنا المنع، لأن الحدث بمعنى السبب لا يرتفع، لا يرتفع، نعم لا يرتفع. فقال هنا استباحة مفتقر إلى وضوء، نويت استباحة مفتقر إلى وضوء، تصح هذه النية الكلية. لو أنه قال هكذا، استحضر هذا المعنى، نويت استباحة ما يفتقر إلى الوضوء أو مفتقر إلى الوضوء، فهذه نية كلية، لا
وله أن يأتي بنية جزئية، كأن يقول نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الطواف، نويت استباحة مس المصحف، نويت استباحة حمل المصحف، ما في مشكلة. وبالتالي في هذه الحالة له أن بعد ذلك أن يفعل ما يريد من هذه الأحكام. لاحظوا هنا قال فيأتي بأفراد هذه الكلية، ويصح أن يأتي بهذه الصيغة الكلية بأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى وضوء. فهمتم؟ واضحة؟ أه؟ طيب قال ولا تكفي أو استباحة مفتقر إلى الوضوء كالصلاة. ما معنى كالصلاة؟ أي كأن يقول نويت استباحة الصلاة. هنا أتى بالنية على جهة البعض مقيدة بالجزء، نويت الاستباحة للصلاة أو نويت استباحة الصلاة، تصح تصح هذه النية. طيب لو قال نويت استباحة ما يفتقر إلى الوضوء أو استباحة مفتقر إلى الوضوء، صح وصارت هذه النية كلية لا، لأنها تشمل الأربعة الممنوعات كلها. أقول نعم. قال ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء، لا تكفي هذه نية استباحة ما يندب له الوضوء. مرة ما سيأتي معنا أن هناك كما أن عندنا موجبات الوضوء، كذلك عندنا مندوب يعني مندوبات الوضوء أو ما يندب له الوضوء. ما يندب له الوضوء، يندب الوضوء إذا ما كان ليقرأ القرآن، فإن قراءة القرآن من غير مس للمصحف ولا حمل تصح ولو مع الحدث، والأولى أن يتوضأ. كذلك إذا ما أراد أن يحضر مجالس العلم قراءة الحديث أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو كما قال هنا دخول المسجد وزيارة قبر ونحو ذلك، من كان غضبان ثم توضأ لإزالة الغضب، فهذه كلها مما يندب له الوضوء. فإذا ما أتى بنية الوضوء وقيد النية بما يندب له الوضوء، فهل هذه النية تصح؟ قال لا تصح، ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء، لأن هذه مباحة ولو من غير وضوء، هذه مباحة ولو من غير وضوء، لم يقم منع منها مع الحدث. لأنه شوف هنا التعليل قال لأنه يستبيحه مع الحدث، لأنه يستبيحه مع الحدث، فلم يتضمن قصده قصد رفع الحدث. قال الشيخ علي الشبرملسي وصورة ذلك أي عدم الانتفاع بالنية المذكورة أنه ينوي استباحة ذلك، كان يقول نويت استباحة القراءة نويت استباحة القراءة، انتبه لهذه التفريق. أما لو قال نويت الوضوء للقراءة هنا صحت، لأنه نوى الوضوء وبعدين القراءة تأتي تبع. فلاحظ صورة المسألة فيما لو قال نويت استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن، أي بأن قال نويت استباحة قراءة القرآن. أما لو قال نويت الوضوء لاستباحة القراءة للقرآن فإن النية صحيحة، النية صحيحة. لاحظ أما لو نوى الوضوء للقراءة، هنا الفارق لا، نوى الوضوء للقراءة فقال ابن حجر إنه أي الوضوء لا يبطل إلا إذا نوى التعليق أولا. نوى التعليق أولا، بخلاف ما إذا لم ينوه إلا بعد ذكره الوضوء لصحة النية حينئذ، فلا يبطلها ما وقع بعدها، فلا يبطلها ما وقع بعد. فما هي الصورة الآن التي تصح فيها النية؟ نويت الوضوء للقراءة، ده تصح، لكن نويت القراءة نويت استباحة القراءة لا تصح، حتى لو ذكر الوضوء بعدها، كأن قال مثلا نويت استباحة القراءة بالوضوء هنا ما تصح، نويت استباحة القراءة بالوضوء ما صحت هذه النية، وبالتالي هذا الوضوء غير صحيح.
أما أن يقول نويت الوضوء للقراءة الوضوء صحيح، مع أن المراد منها منه القراءة ما عندنا مشكلة، الوضوء صح. هذا رأي الشيخ ابن حجر، ولهذا الشيخ الشبرملسي علق تعليقة على كلام الإمام الرملي في النهاية كأنه يحكي الخلاف في هذه المسألة أو يبين التفصيل، يفصل في المسألة. فكلام الشيخ الرملي لا ينبغي أن يقال مطلقا، فينبغي أن، والشيخ الرملي أطلق، لهذا قال لأنه يستبيحه مع الحدث، يستبيحه القراءة مع الحدث، لكن لو قال نويت استباحة القراءة هنا نقول هنا استباحة لما كان مباحا مع الحدث. أما لو قال نويت الوضوء للقراءة هنا حصل أنه أتى بنية وضوء معتبرة، فهمتم؟ فإذا المسألة فيها تفصيل، لهذا نبه الشبرملسي، فهمتم؟ نعم. طبعا حاشية الشيخ علي الشبرملسي على نهاية المحتال حاشية نفيسة جدا، ألا بد وأنت تقرأ في كتاب نهاية المحتاج أو في شروح المنهاج أن تعيد النظر كثيرا إلى كلام الشبرملسي في الحاشية، فإنها من أمتس الحواشي ودقيقة جدا. كدخول مسجد، دخول المسجد يعني يجوز يباح ولو مع الحدث، بخلاف مسألة من كان جنب فإنه لا يدخل المسجد إلا على وجه المرور، أما على وجه التردد أو اللبث فلا يجوز لمن كان جنب اللبث في المسجد، كما أنه لا يجوز للمرأة الحائض التردد أو حتى المرور في المسجد إن خاف التلويث مفهوم. فمن كان محدثا حدثا أصغر له أن يدخل إلى المسجد وأن يقعد فيه، وإن كان الأولى أن يكون على وضوء، وإن كان الأولى أن يكون على وضوء. فلو أنه قال نويت الوضوء لدخول المسجد صحت نيته على كلام ابن حجر، لو قال نويت استباحة دخول المسجد وهو محدث حدث أصغر ما صحت هذه النية، لأنها يعني لم ترفع ممنوع، فهمتم؟ نعم. والأصل في وجوب النية خبر، أي حديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بنياتها، إنما الأعمال بنياتها. طبعا ما معنى كلمة الأصل هنا؟ الدليل. كلمة الأصل هنا الدليل، والأصل أي والدليل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، وهذا الخبر معروف لديكم مشهور ومعلوم حكمه باعتبار الثبوت، فهو حديث صحيح لا إشكال فيه، أي إنما صحتها لا كمالها، بخلاف ما هو مذهب الأحناف، فإن عندهم النية لا تشترط في الوضوء، لا هي شرط ولا هي فرض، فعندهم النية هنا في الوضوء ليست يعني واجبة، وهذا الحديث عندهم يعني يفسر على معنى الكمال، فإنما كمال الأعمال بنياتها، كمالها باعتبار الثواب لا باعتبار الصحة، باعتبار الثواب لا باعتبار الصحة، فالوضوء عندهم يصح ولو من غير نية، وكذلك الغسل يصح عندهم ولو من غير نية، ولكنهم في التيمم فارقوا هذا الأصل، فقالوا إن التيمم لابد فيه من نية، مع أن هذا وسيلة الوسيلة بدل، مش كده؟ طيب، فعندنا نحن إن هذا الوضوء لابد له من النية، وكذلك التيمم، فكل عبادة بدنية لابد في صحتها من النية، كل عبادة بدنية لابد في صحتها من النية، والحديث يفسر على هذا النحو. فقال وإنها إنما صحتها، لكن إنما الأعمال أي ما كان من الأعمال يعتد به بنيته، لأن عندنا أعمال لا يتوقف الاعتداد بها على النية، كمسائل مثلا إزالة النجاسة ما كان من قبيل التروك فلا تحتاج فيها يعني من حيث الاعتداد إلى نية، وكذلك ما كان من الخطبة والأذان والعتق والوقف ونحو ذلك فإنه يعني يخرج به
من هذا الأمر أو يخرج به من هذا الأمور. فإنما الأعمال بالنيات، أي إنما كل عمل يعتد به بنيته. لابد من النية، لابد من النية. قال ويجب قرنها، أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة. فهنا شرع في بيان زمن النية، لأن عندنا النية كما لا يخفاكم تتعلق بها سبعة مباحث أو سبع مباحث، يتعلق بالنية سبع مباحث منظومة في البيت المشهور الذي ينسب للإمام الحافظ ابن حجر، وسبع سؤالات أتت في نية تأتي لمن قارنها بلا وسن، حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط ومقصود حسن، حقيقة حكم محل، حقيقة حكم محل وزمان، لا حقيقة حكم محل وسبعة سؤالات أتت في نية تأتي لمن قارنها بلا وسن، حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط ومقصود حسن، كيفية شرط ومقصود حسن، هذه سبعة الأحكام، حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط ومقصود، هذه سبعة، حسن تتميم للبيت مفهوم. فقال هنا سبعة مباحث، حقيقتها أي تعريفها معروف لديكم، وقد سبق أن شرحنا هذه المسائل المتعلقة ببيان حقيقة النية، وعندكم في كتاب حسن البيان تفصيل هذه المسائل، حسن البيان لقواعد الفقه المصان للدكتور عبد الرحمن بيّن هذه المطالب السبعة، حقيقة النية، حكم النية، حقيقة حكم محل النية، أيضا زمانها، كذلك أيضا كيفيتها وشرطها والمقصود منها، مفهوم؟ نعم. هنا يقول في الوضوء، متى زمن النية في الوضوء؟ بعض الناس تأتي بالنية عند غسل الكفين، هل هو الوضوء يعني محل النية عند غسل الكفين ولا عند غسل أول جزء من الوجه أو عند أول غسل جزء من الوجه؟ هنا سيتكلم الشيخ الآن في يعني الآن هو ذكر كيفية النية، الكيفية في النية مر معنا أنه يعني نية الوضوء أو أداء فرض الوضوء، هذا كله بيان في كيفيات النية، نية الوضوء مفهوم، كيفيات النية. وهنا سيتكلم الآن في زمن النية، متى ينوي المتوضئ، متى ينوي المتوضئ؟ قال ينوي متى؟ قال ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه، ويجب قرنها، يجب أي يشترط، يشترط قرنها أي اقترانها عند غسل، عند أول غسل جزء من وجه. فهنا يعني عندكم المحشي قال فلو قال ويجب وقوعها عند أول إلى آخره لكان أنسب، هو يعني يتعقب عبارته كثير، يعني دائما يقول لو عبر بكذا وكذا، فهذا يعني لا إشكال فيه، وتقليب العبارة أو يعني إبدال العبارة بعبارة أخرى أحيانا تكون يعني تساعدك على فهم كلام الشيخ. قال ويجب أي ويشترط قرنها أي وقوعها، مفهوم، أي وقوعها عند أول غسل جزء من وجه، هذا هو محل الاعتداد بالنية. فلو أنه أتى بالنية بعد غسل الوجه مثلا، غسل وجهه ولم يستحضر النية، وعند غسل اليدين استحضر النية، ما حكم هذا الاستحضار؟ ليس صحيح، وبالتالي يجب عليه أن يعيد إيه؟ أن يعيد غسل وجهه مستحضرا النية عنده، فهمتم؟ أيوة. طيب لو أنه استحضر النية عند غسل الكفين ثم عزبت النية، عند غسل كفيه استحضر النية، نويت الطهارة للصلاة وبيغسل كفيه، ثم عزبت النية يعني ذهبت النية، ما بقي مستحضرا لها حتى غسل وجهه، إنما غسل كفيه ونوى مستحضرا نية معتبرة من نيات الوضوء، ثم بعد ذلك تمضمض وقد انصرفت النية بعد ذلك،
عزمت نيته وتمضمض واستنشق وبعد ذلك غسل وجهه، وهو حينما غسل وجهه النية قد خلاص انصرفت، يعني ما بقي مستحضرا لها. ما حكم هذه النية؟ غير صحيحة. فلو أنه بقي مستحضرا لهذه النية عند غسل اليدين وظل مستحضرا لنية الوضوء حتى غسل وجهه صحت تلك النية، لأنه حصل ليه؟ حصل الاستحضار للنية في محله. لكن لا يعتد بما كان قد أتى به من السنن قبل ذلك، من غسل الكفين فات توابها، غسل الكفين فات توابها، غسل المضمضة والاستنشاق كل هذا فات توابه، لأنه يعني أتى بالتقديم هنا، خالف الشرط، لأن هنا ماذا؟ الاعتداد بالنية، نية الوضوء مش نية سنن الوضوء، نية الوضوء أن يأتي بها عقب سنن الوضوء، وتقديم سنن الوضوء على هذه النية المعتبرة شرط للاستحقاق الثواب، لاستحقاق الثواب، فهمتم؟ هنا خالف ذلك الشرط. نعم. قال هنا: وإذا سقط غسل الوجه، ده كلام آخر يعني متعلق بهذا. هنا يقول: لأنه يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجه ولم يوجد، هذه اللي هو الترتيب ما بين السنن وما بين الفروض، والترتيب ما بين السنن نفسها، يعني غسل الكفين مقدم على غسل على المضمضة، والمضمضة مقدمة على الاستنشاق، وهؤلاء كلها الأفعال مقدمة على غسل الوجه. فالترتيب شرط وليس يعني مندوب، وليس مندوب. قال: ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه، عند أول غسل جزء، عند أول غسل جزء من وجه. هذه العبارة أوفق ولا العبارة الثانية؟ لو قلبنا يعني: ويجب قرنها عند غسل أول جزء من وجه، أيهما أوفق؟ يجب وقوعها أو قرنها عند أول غسل جزء من وجه، العبرة بالغسل لا المقصود يعني. فلو أنه أتى بها عند أول الوجه ما هو أعلى مثلا، لا يشترط أن تكون النية في عند أعلى الوجه، إنما يشترط أن تكون النية عند غسل أول جزء، عند أول مغسول من الوجه، سواء كان أعلى أو أدناه أو وسطه، فهذه العبارة أوفق له. غيره يعبر بالعكس، يقول: ويجب أن تكون النية عند أول، عند غسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه. ما هو أول جزء من الوجه؟ قالوا أعلى. فهل يشترط أن تكون النية عند أعلى غسل الوجه؟ لا، فلو أنه غسل أدناه حصل الاعتداد بالنية، فهمتم؟ نعم. لهذا هو مشى على الجادة في العبارة، عند أول غسل جزء من وجه، سواء كان أعلاه أو أدناه، حتى ولو كان مثلا يعني غسل وجهه أوله ولكن لم يستحضر النية إلا بعد أن سال الماء إلى أدنى الوجه استحضر النية، فإذن هذا المغسول الذي اقترنت به النية هو المعتد به، وما سبقه من المغسول قبل الاعتداد قبل أن يستحضر النية وجب عليه أن يعيده، فهمتم؟ نعم. عند أول غسل جزء من وجه، لكن لابد أن تكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، لكن لو سقط الوجه، سقط غسل الوجه أن كان يعني قام به مانع من غسل وجهه لمرض ونحوه،
فهنا في هذه الحالة يكون محل النية في الوضوء غسل اليدين، فيأتي بالنية عند غسل اليدين، لأن الوجه منع من غسله لمرض مثلا، فهمتم؟ نعم. ولا جبيرة، يعني بحيث تكون جزء صحيح وجزء مريض، بل جميع الوجه سقط. إذن تنتقل النية إلى العضو المغسول بعد الوجه وهو اليدان، وهكذا إذا ما سقط الوجه واليدان، سقط الوجه وسقط غسل اليدين، ننتقل إلى أن يأتي بالنية عند مسح الرأس، فهمتم؟ وهكذا في الرجلين بعد ذلك. قال: فلو قرنها بأثنائه، أي بأثناء غسل الوجه، لأن في هذه الحالة هو غسل جزء من الوجه ولم تحصل النية، وفي أثناء غسل الوجه حصلت النية، فما اقترنت به النية من الوجه المغسول معتد به، وهذا الاقتران صحيح، الاقتران صحيح، لكن المغسول قبل الاقتران غير صحيح. الاقتران صحيح لأن النية حصلت عند غسل جزء من الوجه، النية حصلت عند غسل جزء من الوجه، لكن ما سبق غسله دون نية يعيده مفهوم. نعم. فلو قرنها بأثنائه كفى، الكفاية من حيث الاقتران، لكن من حيث الاعتداد، ولهذا لاحظ ماذا قال المحشي: كفى، أي أجزأ قرنها به، يعني محل الكفاية الاقتران، لكن الغسل في تفصيل. تأملوا عبارة المحشي، تأملوا عبارة المحشي، يقول كفى أجزأ اقترانها، هذا باعتبار القرن، لكن باعتبار المغسول قبل النية كأنه غير وراء، غير موجود، عدم، فهمتم؟ يعاد غسله، يعاد غسله. أنا جئت بالماء هكذا ووضعت الماء عند أعلى الوجه، مش كده؟ وسال الماء، وفي أثناء ما الماء يسيل وصل عند الفم، نويت الطهارة للصلاة، حصل الاقتران، مش كده؟ لكن حصل الاقتران بعد أن وصل الماء إلى الجزء الأسفل، مش كده؟ طيب ما كان قد غسل قبل اقتران النية، أعاده وجوبا، لكن هذا الاقتران صحيح؟ صحيح، هو هذا محل قول، فهمتم؟ نعم. فلو قرنها بأثنائه كفى، كفى الاقتران، مفهوم؟ ووجب إعادة غسل ما سبقها، فهمتم؟ أيوة. ولا يكفي قرنها بما قبله، كما أنه لا يكفي قرنها بما بعده، ما قبل الوجه أو ما بعد الوجه، كل هذه يعني مواطن لا يصح قرن النية بها، غسل وجهه ولم يستحضر النية، عند غسل اليدين استحضرها، يعيد النية ويعيد غسل الوجه، غسل يديه كفيه واقترنت به النية ثم عزبت النية، يعيد عند غسل الوجه، لكن إذا ما حصلت النية عند غسل الكفين واستحضر حتى غسل الوجه صحت هذه النية وفات ثوابه، فات ثواب السنن التي قبلها، مفهوم؟ المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك وغسل الكفين. ولا يكفي قرنها بما قبله، أي قبل الوجه، حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه، هذا مفهوم. أما إذا استصحبها، لاحظ قال: فإن استصحبها كفت، المحشي عندكم، فإن استصحبها كفت، يعني أدى بالنية عند غسل الكفين واستصحبها حتى غسل شيئا من الوجه، كفت النية من حيث الاقتران، لكن فات ثواب ما كان قبلها من السنة. طيب فإذا ما أراد أن يدرك الثوابين، يريد أن يأتي بنية معتبرة وماذا ويبقى مستحضرا لها حتى غسل الوجه، هنا كيف يتخلص بذلك؟ وهو يريد أن يدرك ثواب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، قالوا لا سبيل إلى ذلك، لأنه يعني لن يتمضمض إلا وسيصل الماء إلى شيء من حمرة الشفة وهي من الوجه، من ظاهر الوجه، إلا إذا كان قد غسل كفيه وأتى بنية معتبرة عند غسل الكفين وبقي مستحضرا لها حتى غسل وجهه، وهذا لا يكون إلا إذا تمضمض من خلال مصاصة. طيب واستنشق إزاي؟ كذلك يحتاج إلى شيء من
يعني إدخال الماء بحيث لا يلامس إيه؟ ظاهر الأنف. لأن هذا من الوجه. ظاهر الأنف من البشرة التي تكون عند فتحتي الأنف. لهذا قال نعم. ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه، وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة الوضوء، سنة المضمضة عفوا، فتفوت سنة المضمضة، وبالمثل كمان تفوت المضمضة واليابي والاستنشاق أيضا. نعم. ولهذا يعني عندكم يقول هنا المحشي أي ومع الاستنشاق، يعني فذكر المضمضة ليس يعني على سبيل التقييد. فتفوت سنة المضمضة إن غسل معها شيء من الوجه، يعني حينما هو غسل كفيه ونوى الطهارة للصلاة وبقي مستحضرا هو يتمضمض نية الطهارة للصلاة، حصل أنه حينما تمضمض لامس الماء جزءا من حمرة الشفة وهي من الوجه، حصلت إيه؟ حصلت النية وحصل الاقتران المطلوب بشيء من الوجه، فأتت المضمضة، لأن المضمضة لا تكون إلا بعد ملامسة الماء لظاهر البشرة من الحمرة الشفة، فأتت المضمضة وفات الاستنشاق، فأتت المضمضة وفات ثوابها. طيب كيف يعمل لو أنه أتى بنية معتبرة عند غسل الكفين وقد استحضرها حتى أراد أن يتمضمض؟ لا يتمضمض حينئذ إلا بمصاصة ونحوها، شغلانة دوشة طويلة. كيف يفعل إذا ما أراد إدراك الثواب؟ إما أن يتخلى عن هذه النية المعتبرة عند غسل الكفين فيأتي بنية مخصوصة بسنن الوضوء عند غسل الكفين، نسميه تفريق النية. تفريق إيه؟ تفريق النية. عند غسل الكفين تقول نويت سنن الوضوء، ما تقولش نويت الطهارة للصلاة، أو لا تقول نويت الوضوء، تقول نويت سنة تفريقة في النية، يفرق في النية. ما كان من السنن قبل غسل الوجه يأتي بنية سنن الوضوء، حينما يجلس مستقبلا القبلة يفتح الحنفية يقول نويت سنن الوضوء، فيبدأ يغسل كفيه ثلاثا مع البسملة، ثم يستاك على رأي الشيخ بن حجر السواك من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه، بعد ذلك يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق. فإذا ما جاء ليغسل وجهه قال نويت الطهارة للصلاة، أتى بنية أخرى، إذا فرق في النية بناء على التفريق ما بين أفعال الوضوء سنن وفروض. فهمتم؟ وبهذا يكون أدرك ثواب السنن وأدرك صحة الوضوء من حيث الإتيان بالنية في محلها الصحيح، ولم تفته ولم يفوت ثواب السنة. لهذا يقول نعم. فالأولى نعم، قال فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. طبعا الكل عند يعني التفرقة عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، لو أنه أتى بها عند غسل الكفين كفى، نويت سنن الوضوء وبقي مستحضرا لهذه النية عند غسل الكفين والسواك والمضمضة والاستنشاق، خلاص ما فيش مشكلة. فهمتم؟ نعم. أو يأتي عند كل عضو من أعضاء الوضوء المسنون قبل الغسل الوجه بنية خاصة، نويت سنة الاستياك للوضوء، نويت غسل الكفين للوضوء، نويت المضمضة سنة المضمضة للوضوء، نويت سنة الاستنشاق للوضوء، ما فيش مشكلة. فهو فرق النية إلى كل عضو من هذه الأعضاء المسنونة. فهمتم؟ بعد ذلك جاء ليغسل الوجه، قال نويت الطهارة للصلاة أو نويت الوضوء للصلاة، خلاص كده الآن انتهينا، حصلت النية المعتبرة في كل من محالها. فهمتم؟ أيوة. فيقول هنا فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع غسل مع غسال حمرة الشفة، لأنه في هذه الحالة لو أتى بنية معتبرة عند غسل الكفين
سيفوت ثواب ماذا؟ غسل، سيفوت ثواب المضمضة والاستنشاق حينما يصل الماء إلى شيء من حمرة الشفة وهو يريد المضمضة، لأن حمرة الشفة ما يظهر من الوجه الظاهر، مش كده؟ واضح؟ نعم نعم. فإذا ما أراد إدراك الثوابين فرق النية أو يأخذ مصاصة يأخذ إيه؟ مصاصة، شو هذا دوشة؟ محدش فاضي. نعم. لكن هذا يظهر لك حرص العلماء على تبيين الأحكام والمحافظة على السنن، كيف يريد من، كيف يتخلص من وقع في نية وقد أراد الحفاظ على السنة. نعم. ثم قال بعد ذلك وثانيها غسل ظاهر وجهه. هذا طويل شوية، خلاص نقف عنده، بعدين نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.